كبير حضر مباراة اليوم، ولا شك إن كرة القدم هي مباراة نهائية تتمتع بشعبية كبيرة، ولا ننسى أنها هي المباراة النهائية. أيها الإخوة، تسنترت الكرة الآن على يدك اليمين عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد. فريق نادي السداب حوالي دقيقتين من مباراة، رمية التماس لصالح تروح ل 11 عبد الله علي، وهاجم هاجم فضل 15 عنده الكرة حلوة، 15 سالم على، لكن شوطة ممتازة، أول شوطة على مرمى فريق نادي إسداب تطلع على الملعب أوت لصالح فريق نادي إسداب. سالم مسعود مرة ثانية تروح لرقم 10 من نادي سالم عمر، وكرة ملعوبة ممتازة حلوة جدا، لكن هذا في خارج خط 18، لكن في خطورة على مرمى نادي إسداب. من اللي راح يلعب الفاول؟ اللعب الفاول، وكرة سلام ممتازة جدا، كرة حلوة ملعوبة، الكرة كانت قوية خرجت فوق العارضة برا على الملعب أوت. حوالي يغلي الكرة لي مرة ثانية مقطوعة تروح لي 12 نشوف الكرة هذه من 12 اللي هو اللاعب رشيد جابر. الصفارة من الحكم على نشوف معترف كابتن فريق نادي ظفار. اللعب الفاول والرفع قاتلة جدا، يا سلام كرة حلوة ملعوبة توقيت سليم بالنسبة للرفعة، هذه رفعة قاتلة فعلا من اللاعب من فريق نادي ظفار احترضه، فلهذا فاول. يوسف عبد الله بيلعب الفاول، وشوته قدام خميس يلعب الكرة اللي خلفان هجيب من نادي إسداب وهاجم فريق نادي إسداب. نشوف الرفعة هذه رفعة ضعيفة تروح في يد حارس مرمى نادي ظفار، رجع مرة ثانية لصالح فريق نادي ظفار. هاجم فريق نادي ظفار يلعب بعرض الملعب لكن خفيفة، يأخذ سالم مسعود دفاع فريق إسداب لعبد الرحيم، نقلتين لصالح فريق نادي إسداب. تلعب الكرة طويلة لعباس، عباس محمد يلعبها بعرض الملعب لكن تروح بكل سهولة في يد حارس مرمى نادي ظفار محمد عقيل. محمد عقيل كرة أمامه ويطالع ربعه علي أحمد يلعب الكرة، كرة مرة ثانية حلوة الكرة هذه بعرض الملعب، يشوف الكرة هذه اللي يلعبها فريق نادي أبغار اللي من هناك يصنعها مرة ثانية، وشوتة ضعيفة تروح في رجل دفاع فريق إسداب اللي هو بدور يلعبها على طول لناصر إديب. مرة ثانية ترجع الكرة وكرة ملعوبة قدام، يأخذها دفاع فريق نادي ظفار ماشي 11. عبد الله علي يلعب كرة بعرض الملعب، حلوة الكرة هذه حلوة الكرة هذه، نشوف الكرة هذه نشوف الكرة هذه نشوف الكرة، الله ياخذها زميله يلعبها على طول مسجل الهدف الاول بعد مرور حوالي 17 دقيقه من الشوط الاول. النتيجه الان 1-0 ظفار. شوط ممتاز جدا، كره ترجع مره ثانيه الى سالم عوض فرج من طريق ظفار، حاول يبعد وحاول يعدي فعلا عدة، ومرة ثانية لكن يوسف صفارة من الحكم في فاول على لاعب نادي ظفار رقم 3 اللي هو علي أحمد. ناصر عند الكرة، ناصر سالم هاجم فريق إسداب عرض الملعب، يا الله وقفة حلوة الشوطة هذه من فريق نادي إسداب. ناصر سالم شوطة قذيفة إنما تروح بجنب القائم، الحقيقة شوط ممتاز جدا من لاعب نادي إسداب اللي هو ناصر سالم، ومثل ما نحن شاهدنا لناصر سالم إسداب راح يلعب الفاول. ناصر سالم يشوت لكن شوته وين؟ وين برا الملعب أوت عالية جدا، حوالي 21 دقيقة من الشوط الأول، النتيجة ما زالت لصالح فريق نادي ظفار، الهدف جاء بعد مرور حوالي فريق نادي إسداب. ناصر سالم اللي راح يرمي الكرة الجانبية
كره ملعوبه براسي مره ثانيه. حلوه يبعدها رقم خمسه عمر سالم الذهب برا على الملعب اوت. جمعوه بقدام للجناح عرض الملعب يشوف الكره هذه. يا سلام كره مره ثانيه تروح للاعب رشيد قابر. رشيد قابر الجناح الايمن العرضيه الى عشرة يوسف يونس امان اخذها منه سالم دافع فريق سداب. مره ثانيه فريق ظفار ماخذ الكره ثلاثه علي احمد الكره لرشيد قابر تخرج الكره الى يونس لكن الكره مقطوعه تروح الكره الى خلفان هديب يحاول بيعد الكره لكن تقطع منه تروح لثلاثه اللي هو علي احمد رشيد يشوت رشيد رشيد ثلاثة عند الكرة علي أحمد. يا سلام كورنر حلوة شوته ممتازة من اللاعب علي لكن تقدم في مدافع من فريق نادي الشباب اليهود بعد توقف الفريق تتحول إلى ضربة ركنية ضربة ركنية لفرح فريق نادي الشباب على يسار حارس مرمى فريق نادي الشباب اللي راح يرفع الكورنر رشيد رشيد لكن يبعدها دفاع فريق نادي الشباب اللي هو سالم مسعود فاول اللي راح يلعب الفاول رقم سبعة ناصر فايل عبد الله من فريق نادي اظفار راح يلعب الفاول لكن الفاول هذا ما في خطورة على مرمى فريق الشباب انما خارج 18 الا بيطلع ربعه ويعل كره حلوه بعرض الملعب. الكره هذه خطره كره خطره كره خطره كره الهدف الثاني جول 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 الهدف الثاني الهدف الثاني لصالح فريق نادي الظفار الهدف الثاني كره ارضيه كره ارضيه واللاعبين يبوسون زميلهم نشوف من رشيد رشيد قابر جاب الهدف الثاني بعد مرور حوالي 26 دقيقة هذه هو 26 دقيقة رشيد رقم 12 بيسجل الهدف الثاني في مرمى سداب على يمين حارس مرمى فريق نادي سداب سليمان خايب وعلى ما يبدو أن فريق ظفار في مباراة اليوم موفق في هجماته و نقلات الكرة مما يدل على أن فريق نادي الشباب لجأ إلى الدفاع وهاجم مرة ثانية فريق نادي ظفار هاجم مرة ثانية نادي ظفار نادي ظفار 77 فاز بالبطولة وفي هذا العام في هذا الموسم هو الآن يلعب في المباراة النهائية وكاسب 2-0 معنا لو استطاع أن يحافظ على هذه الأهداف أو ربما بيزيد عليها معنى استطاع أن ينال شرف فوز البطولة لعام 80 بطولة كأس صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم لكرة القدم في رأي مرفوعة من مساعد الحكم أبو وحيد كان في لاعب من لاعبي النادي ظفار في موقف التسلل. النتيجة الآن 2-0 وكرة برا كرة الآن في عرض الملعب ماشي كرة راح يحصل تغيير بالنسبة لنادي الشباب علي درويش راح بيلعب ربما بدال زميله اللاعب خلفان هديب طلع خلفان هديب ولعب بداله وكرة هذه كرة مرة ثانية هذه لكن في صفارة من الحكم في صفارة سليمان شوته الكرة مشتركة عيسى محمد بيلعب كرة أرضية إلى عباس عيسى محمد وكرة هاجم سداب لكن أخذها مدافع فريق نادي الظفار تروح الكرة إلى 15 وهاجم مرة ثانية هاجم مرة ثانية وكرة ضعيفة كرة ضعيفة من يونس أمان يونس أمان شاهدنا له مباريات حلوة وهداف الحقيقة شوته كانت منه ضعيفة ومرة ثانية من اللاعب 11 اللي هو عبد الله علي يحاول يعوض
الفرصه اللي ضاعت من اللاعب يونس، انما كانت كره فعلا قذيفه لكن تطلع برا عن الملعب او اسلام عباس بيلعب كره حلوه، رفع حلوه ممتازه جدا وبراسي مره ثانيه، ونشوف ناصر الكره هذه، ناصر سالم اللي هو من فريق نادي الزاب لكن ياخذها لاعب من فريق اظفار ممتاز جدا، وشوته عرضيه من عامر لكن ضعيفه يتركها حارس مرمى فريق نادي اظفار، تطلع برا عن الملعب او تبعده حوالي 10 خطوات او 11 خطوه، وراح يلعب الفاول عامر سالم، يشوف الحكم عشان يلعب الكره واثنين والكره في يد حارس مرمى فريق نادي ظفار، وصفارم الحكم في كسر اللاعبين اثنين من فريق نادي الزهر. محمد عقل يلعب الكره الى 14 سعيد مبارك، رجعها مره ثانيه الى حارس مرماه، ومحمد عقيل هالمره يشوت شوته طويله عاليه وهاجم فريق ظفار اللي حلو الهجمه هذه لكن ياخذها ممتاز جدا سالم الى عبد الرحيم، تنقطع منه تروح الى 7 ناصر فايل، ناصر فايل عند الكره مره ثانيه الى 11 عند الكره عبد الله علي، عبد الله علي عد الاول يعد الثاني ماشي على طول يروح الى ناصر فايل ياخذها منه رقم دراده مدافع فريق نادي اسداب اللي هو خميس، يرجع لحارس مرمى سليمان خايف يلعبها بيده الى علي درويش، علي درويش اللي الان اثنين سعيد عوض من احتياط نادي ظفار لعب سعيد عوض الان نزل وطلع زميله، طبعا الان فريق ظفار غير لاعب وكذلك فريق اسداب، ونشوف الهجمه هذه اللي صالح فريق نادي ظفار، نشوف الهجمه هذه رقم 10 شوت، يا الله شوت الحقيقه أرضية ممتازة جدا، لو فلتت شوية هذه الكرة من يد حارس مرمى فريق اسداب يوم كان الهدف الثالث لفريق نادي ظفار، إنما حارس فريق اسداب كان يقظ استطاع ينتبه للكرة الخطرة اللي مرت قبل شوي. كل مباراة بحق يحاول على لاعب اسداب في خط الدائرة تقريبا خط المنتصف لصالح فريق نادي ظفار. الفاول مين راح يلعب الفاول؟ هذا الفاول فريق اسداب عامل حيطه و15 نفسه اللي راح يلعب الفاول، ممتاز الفاول لكن وين؟ شوته قذيفه برا على الملعب اوت، كره برا على الملعب اوت، الشوته ممتازه لكن وين؟ عاليه جدا، شوف مثل ما انتم اعزائي المشاهدين والمستمعين تشاهدون وابتلاء الوزارات وجمع غفير من الرياضيين ومحبي الرياضه، الكره هذه راي مرفوعة من حكم المباراة، من مساعد حكم المباراة حامد حمدان يقول على انه كان لاعب فريق نادي اسداب كان في موقف تسلل. حامد حمدان وابو وحيد مساعدي حكم مباراة اليوم، وطبعا هؤلاء الحكام حكام ممتازين ورشحهم الاتحاد الدولي ليكونوا حكام دوليين، وان شاء الله راح يحصلوا على الشارة الفيفا ونراهم ان شاء الله من ضمن حكام دورة الخليج القادمة اللي هي ستقام في دورة الإمارات. الآن نتابع معكم سير المباراة، كرة هذه نشوف صفارة في فاول على لاعب من فريق نادي ظفار اللي هو نط أكثر من اللازم على لاعب من فريق نادي اسداب، خميس سالم اللي راح يلعب الفاول رقم 3 من فريق نادي اسداب، والدقائق الأخيرة من الشوط الأول، الرفعة حلوة من ناصر سالم من خميس سالم، وكرة مرة ثانية لكن حلوة يبعدها حارس دفاع فريق ظفار، يعني اللي صالح يفاول ويعرقل في الملعب ويجي يسلم على زميله اللي هو اعترضه، هذه الروح الرياضية اللي هو نحن نتمناها من كل لاعبينا سواء كانوا على مباراة الودية، ونشوف سالم عوض مرة ثانية هجمة، الله القذيفة هذه، الله اكبر، لو كانت حركه بطيئه نقدر ناخذ اللقطه هذه فورا من خارج خط 18 بشوته صاروخيه بتروح فوق حكم اي طالع ساعته، ونشوف حكم مباراه اليوم اللي هو محمد عبد الرضا من البحرين ومعاويه ابو وحيد وحامد حمدان، يعلن حكم مباراه انتهاء الشوط الاول مباراه اليوم بنتيجه 2-0 لصالح
طريق نادي بخار، جاء الهدف الاول بعد مرور 26 دقيقه 17 دقيقه، والهدف الثاني جاء بعد مرور حوالي 26 دقيقه. أيها الأخوة، سنترة الكرة الآن على يدك اليمين فريق نادي ظفار، وعلى يدك الشمال فريق نادي سلاب، ومثل ما قلنا فريق نادي ظفار اللي هو بيرتدي الفالين الحمراء والشرطة الأبيض، فريق نادي سلاب بيرتدي الفالين الخضراء، وكذلك فريق نادي ظفار غير لاعب. فالآن الفريقين بيسمح لهم تغيير لاعب آخر، لأن كل فريق بيغير لاعبين في كل مباراة سواء كانت ودية أو رسمية. الكرة الآن مع أربعة اللي هو أحمد بخيت القاضي، وهجمة لصالح فريق نادي سداب. اللاعب محمد عقيل علوي بيمسك الكرة وشوت، شوتها عالية تروح للاعب سبعة ناصر فايد. الكرة الآن هجمة، هذه نشوف الهجمة هذه، وكرة بإمكانه يحطها الله، الكرة هذه مرة ثانية، الله أكبر. الكرة هذه المفروض اللي تجي جول لصالح فريق نادي أظفار، معناها الكرة بقت عايمة أمام مرمى نادي إسداب بين اللاعب رشيد جابر واللاعب يونس. في لاعب أعزائي المستمعين والمشاهدين من فريق نادي أظفار بيقولوا له إسعافات أولية، وإن شاء الله راح يقوم بالسلامة، وطبعا فريق كاسب 2-0 حتى الآن، و لو استطاع فريق نادي الظفار طبعا ان يحافظ على هذه النتيجه، فمعنا هو له الشرف بالفوز بهذه البطوله. قام لاعب فريق الظفار الحمد لله بالسلامه، وراح يكمل المباراه اللي هو اللاعب رقم 11 4 احمد بخيت بيلعب الكره 4 اللي هو كذلك سالم مسعود، يرجع الكره الى حارس مرمى سليمان يلعبها بيده، تروح الكره الرحيم، ثلاث نقلات لصالح فريق نادي اسداب، وهاجم فريق اسداب، الكره ملعوبه قدام لكن في راية مرفوعة من مساعد الحكم حامد حمدان. خميس يلعب الكرة ويشوت عامر، لكن تصطدم في لاعب من فريق نادي ظفار، وصفارة من الحكم في فاول، يشوف الحكم لمسة يد، يقول في لمسة يد، لمسة يد في كرت ولا ما في كرت، نشوف إذا كان في كرت. لا، لفت نظر على لاعب عامر مسعود من فريق نادي سلاب رقم 10، يقول ان شاء الله نضرب مره ثانيه ما راح تتكرر هذه الاخطاء. وفي فاول الان لصالح فريق نادي ظفار. 14 سعيد مبارك يلعب الكره. سيداتي وسادتي، وصل الان صاحب الجلاله السلطان قابوس المعظم ليقوم بتوزيع الكاس في نهايه المباراه للفريق الفائز. نتابع معكم أعزائي المستمعين هذه الآن هذه الهجمة لصالح فريق نادي أظفار، رقم 10، رقم 10، وكرة يا سلام، الله، الهدف الثالث، واللاعبين بيحيوا جمهورهم محرزين الهدف الثالث بعد مرور حوالي 8 دقائق. يحرز فريق أظفار الهدف الثالث بعد مرور حوالي 8 دقائق. جاء فريق أظفار في موسم 76-77، وكان له شرف الفوز بهذه البطولة، بطولة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم لكرة القدم، وفي هذا العام أمام نادي إسداب، وهو حتى الآن فايز 3-0، وهو اللي كراته خطيره وهجماته مركزه على مرمى فريق اسداب، انما اما فريق اسداب لاول مره بيوصل الى المباراه النهائيه، وشوته حذيفه كذلك مره ثانيه. كره 15 سالم عوض عنده الكره من فريق ظفار، وهو كاسب 3-0، تفلت الكره من حارس مرمى فريق اسداب مره ثانيه، لكن ما في احد هناك يكملها، معناه فريق اسداب انا شايفه كلهم الان اكثر من 6 لاعبين رجعوا الى الدفاع، وبدا فريق ظفار هو اللي مسيطر على المباراه سيطره تامه، سواء كان في الشوط الاول، وكذلك نشاهده الان في العشر دقائق التي مضت من الشوط الثاني، هو يزحف على مرمى فريق اسداب. كل فريق شوف هذا امام التلفزيون 3-0 سداب 0. وزاره الاعلام الذي نشرته وزاره الاعلام وشؤون الشباب، المديريه العامه لشؤون الشباب في صفار محكم في كان لاعب من فريق نادي ظفار كان في موقف تسلل،
ترجع الكرة إلى 4 سالم مسعود من فريق نادي الشباب شوطة طويلة ترجع مرة ثانية إلى 15 سالم عوض فريق من الظفار والنتيجة حتى الآن 3-0 لصالح فريق الظفار. هاجم فريق الظفار 11 اللي عنده الكرة عبد الله علي ومشترك مع لاعب آخر كذلك من سليمان محمد خايف تروح إلى عامر مسعود ما في حد هناك يطلع لها حارس مرمى فريق الظفار بكل سهولة ياخذ الكرة محمد عقيل حارس مرمى فريق الظفار ياخذ الكرة بكل سهولة بيلعبها بيده تروح إلى اللاعب سالم ويقظين وعندهم لياقة يتابعون المباراة خاصة الحكم الوسط أنا شايف مثل اللاعب يركض وراء الكرة كرة الآن مع حمود سالم يأخذها 4 أحمد بخيت إلى 10 يونس أمان 10 يونس أمان ومشترك معه كابتن فريق الشباب يوسف عبد الله يحاول يخلص يوسف عبد الله لكن يونس حلوة سلام الكرة هذه مفروض تدخل لكن تسرع لاعب فريق نادي يشوف صاحب الجلالة سلطان قميص المعظم وبجانبه صاحب السمو السيد كوفيني يتابعون سير المباراة يوسف عبد الله كرة إلى ناصر سالم من فريق أسداب يحاول يعدي حاول ومشترك مع لاعب من فريق رشيد جابر مرة عدى فعلا عدى يلعب الكرة إلى زميل حمود سالم مرة ثانية إلى ناصر ناصر يعدي الأول يعدي الثاني ماشي ناصر يلعب الكرة لكن يقطع منه اللاعب رقم 6 أسداب ضربة ركنية لصالح فريق نادي الشباب أول ضربة ركنية بتنرفع في الشوط الثاني لصالح فريق نادي الشباب في الشوط الثاني ضربة واحدة اللي هي ركنية لصالح فريق الظفار عامر بيرفع كرة حلوة كرة مرفوعة حلوة ممتازة لكن ما تحصل حد هناك أبدا يقابلها يأخذها مدافع من فريق نادي الظفار شتت الكرة برا عن الملعب أوت حوالي 17 دقيقة من الشوط الثاني والنتيجة ما زالت لصالح فريق نادي الظفار 3-0 جاءت الأهداف الاثنين في بعد الهدف الأول بعد مرور حوالي 17 دقيقة والهدف الثاني بعد مرور حوالي 26 دقيقة وجاء الهدف الثالث بعد مرور حوالي 7 دقائق ومرة ثانية خلفان شنون يعدي ماشي خلفان شنون يلعب الكرة قدام تروح الكرة إلى حمود سالم عنده الكرة حمود سالم يلعبها أرضية إلى عامر بدأ فريق سداب يمسك الكرة شوي والكرة حلوة هذه للاعب حمود سالم لكن تبلك منه تروح الكرة برا على الملعب أوت مدافع فريق الظفار يشوت الكرة برا على الملعب أوت رقم 4 اللي هو أحمد بخيت القاضي عمر مسعود يلعب الكرة من فريق سداب تروح سهلة لمدافع فريق نادي الظفار اللي هو يلعبها بدورة على طول عمر مسعود وكرة عالية يلعب الكرة الله فرصة ثمينة اللي صار فريق الظفار سداب إنما ما استغل مهاجم فريق سداب راحت من برا في عرض الملعب لكن نشوف في صفار محكم في فاول لصالح من لصالح فريق سداب راح يلعب الفاول خارج خطف من 18 والحكم رافع ايده معناه ضربه حره غير مباشره لو جاء هذا الهدف ودخل على طول المرمى وما لمس احد معناه ينلغي الهدف صاحب الجلاله السلطان قابوس المعظم يتابع سير المباراه نشوف الفاول حمود سالم وعامر عامر يقول لزميله أنا اللي راح ألعب الفاول نشوف كرة الآن الفاول الحكم يقول لازم تلعب الكرة ويشوت الله شوتة حلوة لاعب ناصر سالم ومرة ثانية تروح الكرة ما في أحد هناك أبدا الكرة كانت مفروض هذه الكرة مشروطة حلوة ممتازة من اللاعب ناصر قذيفة لكن تصطدم في الحائط في اللي عمله فريق الظفار بدأ فريق الشباب شوي يهجم أحسن من الدقائق التي مضت جاء الهدف الثالث لفريق الظفار بعد مرور حوالي 13 دقيقة رمية جانبية لصالح فريق نادي الظفار عمر يلعب الكرة إلى 11 عبد الله علي إلى ناصر ويشوت ناصر لكن تروح الكرة نشوف هذه تروح الكرة
سهلة تفلت من يد حارس مرمى فريق أظفار، لكن ما في حد هناك يكملها، تروح الكرة مرة ثانية إلى لاعب عامر سالم بشوت، شوتة بعيدة، بدأ فريق أسلاب بشوت من بعيد، لو استعمل هذه اللعبة مثلا لعبة الكرة، عبد الله علي من فريق أظفار ماسك الكرة وماشي يعليها عرض الملعب وبراسة سالم مسعود مدافع فريق أسلاب، مرة ثانية ترجع إلى فريق أظفار إلى ثمانية، صالح قابل عبد الله وإلى يونس، يونس عند الكرة وبعرض الملعب حلوة الكرة. نشوف إيش هذه الصفارة، لا في فاول على لاعب فريق أظفار عندما كانت الكرة في يد حارس مرمى فريق أسلاب واعترض له، فهذا خطأ. يوسف عبد الله يلعب مكان الفاول قدام إلى ناصر سالم، لكن يأخذها منه ستة، مرة ثانية إلى عباس يحاول يمسك الكرة، لكن عرض الملعب إلى ناصر هجيب عنده الكرة وبكعب، مرة ثانية إلى حلوة خطوات، يا سلام شوف الخطوات، ثلاث نقلات أربع نقلات لصالح فريق أسلاب، ناصر سالم حلوة الكرة خذها، يا سلام خطوات، النقلات الحلوة ممتازة جدا، لكن في رأي كانت مرفوعة، تسرع مهاجم فريق أسلاب، احسن لعبه لعبها فريق أسلاب من المباراه من بدايه المباراه حتى الان، هذه هي حوالي خمس نقلات ست نقلات، ترجع الكره مره ثانيه الى لاعب فريق أظفار، مره ثانيه الى عامر سالم فريق أسلاب، وشوته ضعيفه تروح في يد حارس مرمى فريق نادي أظفار، محمد عقيل امام الكره ويطالع ربعه، وطبعا متقدم فريق أظفار 3-0، جاء الهدفين جاءت في الشوط الاول والهدف الثالث جاء بعد مرور حوالي 13 دقيقه من الشوط الثاني. سبعه عند الكره من فريق أظفار وهجمة 10، لكن يأخذها من أمامه يوسف عبد الله كابتن فريق أسلاب، يشتت كرة برا عن ملعب أوت، حوالي 25 دقيقة من الشوط الثاني والنتيجة ما زالت لصالح فريق أظفار، ضربة ركنية لصالح فريق نادي أظفار 7، اللي راح يلعب الكرة ناصر فايل عبد الله على يمين حارس مرمى فريق نادي أسلاب، رفع الكورنر والرفع حلو ممتاز جدا هناك، معناه لو ثبتها على صدره ويشوت على طول فعلا شات، ولكن تصطدم في لاعب من فريق نادي أسلاب. كرة مرة ثانية يحاول فريق أظفار يمسك الكرة فعلا، لكن في رأي مرفوعة من مساعد الحكم حامد حمدان يقول الكرة طلعت برا على ملعب أوت لصالح فريق نادي أسلاب. مرة ثانية إلى عامر من فريق أسلاب، عامر عنده الكرة، بدأ فريق أسلاب ينشط وكرات الآن في الدقائق هذه اللي الآن نتابع ننقل لكم فيها المباراة أحسن من الدقائق التي مضت سواء كانت في الشوط الأول أو الشوط الثاني. حمود مرة ثانية كرة قدام إلى عباس، لكن تصدم في لاعب من فريق أظفار اللي هو 14 سعيد مبارك. كرة كونر، هذه كونر فعلا كونر لصالح فريق نادي أسلاب عباس. عباس محمد، عباس بيعلي كرة وعلى الطائر، لكن يأخذها لاعب من فريق مرة ثانية إلى ناصر سالم من فريق أسلاب إلى عباس مرة ثانية، عباس عند الكرة تصدم في لاعب من فريق نادي أظفار، تخرج الكرة برا على الملعب أوت، رمية جانبية لصالح فريق أسلاب، ناصر سالم الحكم مساعد الحكم يقول لازم ترجع شوي إلى وراء، ناصر سالم بيلعب الكرة الجانبية وما في حد، الله حلوة اللعبة هذه حلوة، لكن حارس مرمى فريق أظفار كان يقظ منتبه للكرة هذه اللي هو محمد عقيل علم. هذه قابوس المعظم والفريق الفائز في هذه المباراة سوف يتشرف بتسلم الكاس من صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. كذلك في بالأمس كانت مباراة نهائية لبطولة الله في كرة، لو مثلا الكرة هذه أجا مثلا قارنا في تمرين وجاء طفل وشات على حارس مرمى 7، ناصر فايل عبد الله إلى 11، عبد الله علي نقلتين ثلاث نقلات لصالح فريق نادي أظفار، فريق أظفار عنده الكرة 2 سعيد عوض يرجع الكرة إلى يلعب الكرة لزميلة، وهذه نقلات أربع نقلات حوالي لصالح فريق أظفار، لكن تقطع منهم تروح الكرة إلى سالم مسعود ماشي، سالم مسعود من فريق أسلاب يلعب الكرة قدام إلى علي درويش اللي يحاول يلم الكرة، لكن يأخذها منه مدافع فريق أظفار اللي هو اللاعب سعيد. الشوط الثاني حوالي مثل ما أنتم مشاهدين حوالي 30 دقيقة،
30 دقيقة من الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت لصالح فريق الظاهر 3-0. لو استعرضنا الأهداف متى جت، جاء الهدف الأول بعدها حوالي 17 دقيقة، والكرة الله شوف الكرة، شوف الضربة كذا، شوف الضربة، فريق سداب هجوم ضايع اليوم. يوسف عبد الله يلعب الكرة ترجع مرة ثانية إلى فريق ظفر، هاجم فريق ظفر، رشيد جابر، رشيد جابر، نشوف الهجمة هذه، رشيد جابر يعلق الكرة، حلوة حلوة، الله، شوف الرفعات القاتلة من اللاعب رشيد، وهذا جمهور فريق ظفر بدأت الأعلام وجمهوره طبعا يشجع من بداية المباراة. الشوط اللي هذه قبل شوي كانت رفعة ممتازة جدا من اللاعب رشيد، رشيد جاب الهدف الثاني بعد مرور حوالي 26 دقيقة. كرة سالم مسعود بيلعب في خط المنتصف إلى خلفان شنون إلى ناصر، ولكن يأخذها ستة من فريق ظفار، تروح الكرة مرة ثانية إلى سبعة ناصر فايل، يأخذها من عمر وبرع الملعب أوت، رمية جانبية لصالح فريق إسداب. ناصر راح يطلع الكرة إلى عمر مسعود، عمر مسعود عنده الكرة إلى ناصر إلى عمر مرة ثانية. فريق إسداب مغلوب 3-0 ويريد يتفنن، يريد يلعب كعب ويريد يلعب صاحب الجلالة سلطان قابوس المعظم يتابع المباراة ويتحدث مع صاحب السمو السيد حويني بن شهاب، ونرى أيها الأخوة كذلك السيد حمد بن حمود وسمو السيد عباس بن فيصل والسيد فهر بن تيمور، شاهدوا هذه المباراة وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة السفراء ووكلاء الوزارات. ناصر سالم يلعب الكرة هذه، حلوة، خدعة، يبي يلعب ويخدع الحارس مرمى، لكن حارس مرمى فريق ظفار كان يقظ ومنتبه، رمى نفسه على الكرة الخطرة اللي كانت أمام لاعب فريق نادي إسداب حمود ناصر، واللي اتحمل ضغط المباراة وتحمل عبء المباراة. فريق دفاع فريق ظفار كذلك هو غالب حتى الآن 3-0، ولكن بدأ خط الوسط كذلك يرجع إلى الدفاع على أساس أن يساعد الدفاع على أساس أن يحافظوا على نتيجة المباراة، لأنه كاس حتى الآن 3-0، وطبعاً مباراة النهائية والكاس يلمع، وطبعاً اللي راح يفوز في مباراة اليوم راح يفوز ببطولة الكاس عام 80. هاجم فريق أظفار، هاجم فريق أظفار، هاجم فريق أظفار، سالم عوض، لكن حلوة طلعة مناسبة من كابتن فريق إسداب اللي هو يوسف عبد الله، اقدر اقول على انه هو نجم في لان المباراه في صالحه، وهذا مثل ما انتم شاهدين ومستمعين جمهور فريق ظفار يشجع فريقه، وكل فريقه طبعا كل جمهور مع يشجع فريقه على اساس انه يرفع من معنويته. فاول، فاول لصالح فريق ظفار. سالم عوض راح يلعب الفاول من خارج خط 18، نشوف الفاول، رفع الفاول وطلع ممتازة جدا، الهدف الرابع، الهدف الرابع من خطأ، نقدر نقول على أن اشتركوا في دفاع فريق سداب و الحارس المرمى، حارس المرمى أبذل الجهد بعد مرور حوالي 35 دقيقة جاء الهدف الرابع. حارس نشوف من اللي جاب هذا اللاعب محمول، اللاعب محمول كرة برع الملعب اوت لصالح فريق إسداب، عامر مسعود، عامر مسعود بيلعب الكرة الى ناصر الى خلفان مرة ثانية الى حمود سالم، حمود سالم يشوط مع ناصر ويشوط حمود، تصدم في لاعب من فريق الظفار، الكرة قدام ياخذها يوسف، يطرح الكرة صفارة، نعم في صفارة وراية مرفوعة من مساعد الحكم حامد حمدان، حامد حمدان يطرح الكرة إلى علي درويش من فريق إسداب،
علي درويش عند الكرة ويعلي الكرة قدام إلى لكن تنقطع منه يأخذها سعيد فايد سعيد مبارك إلى مرة ثانية إلى حمود سالم من فريق إسلام الكرة إلى عامر إلى ناصر مرة ثانية ويشوت من بعيد روح ضعيفة في طريق الظهر محمد عقيل بيلعب كرة طويلة إلى يونس لكن مشترك معه عيسى محمد إلى سالم مسعود يرجع الكرة اللي من هناك الكرة وين ما تستاهل إلى الترجع هذا لأن كان في خطر منتصف مرة ثانية يوسف إلى سالم مسعود يحاول يعدي فعلا عد الأول والثاني والثالث ولكن ما في داعي إلى التفنن لأن فريقك حتى الآن هو مغلوب 4-0 كرة مع لاعب من فريق أبغار وصفارة على لاعب رقم 12 محمود سالم عندما عرقل لاعب فريق نادي بخار اللاعب رقم 11 اللي هو عبد الله علي عرقل لاعب نادي إسلام ولهذا الحكم بطالع ساعته ولكن حسب توقيتي أنا باقي حوالي 4 دقائق على نهاية المباراة وبخار كاسب 4-0 12 عند الكرة حل الله الله شو تقريبا شوف هذا رشيد جابر عبد الله لا هذا يستاهل في المنتخب هذا 100% لو شاف المدرب عندنا صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم مثل ما قلنا يتابع المباراة وباهتمام والفائز طبعا راح يتسلم الكاس من يده وطبعا لا شك ان فريق الظفار كاسب الان 4-0 طبعا وبقى من الوقت حوالي 4 دقائق او 3 دقائق وفي كورنر كذلك لصالح فريق الظفار الكورنر راح ارتفع فعلا رفع الكورنر حلوه الرفعه هذه براسه حمود تروح لناصر ناصر سالم من فريق اسداب الى 6 عباس قدام الى عامر تفلت منه تروح الى 6 من فريق الظفار يشوف الكره هذه الى عامر وشوته ارضيه حلوه من عامر لكن تروح ليد حارس مرمى فريق الظفار شوته ممتازه ومجهود فردي من اللاعب عامر مسعود محمد عقيل علوي بيلعب الكره بيده مرت يبي يلعبها لاعب فريق الظفار لزميله ولكن يخطا تطلع الكره برا عن الملعب اوت 3 دقائق كذا بعد فريق الظفار كاسب لانه كاسب 4-0 قلت الاهداف الهدف الاول بعد مرور حوالي 17 دقيقه والهدف الثاني مرور حوالي 26 دقيقه والهدف الثالث جاء بعد حوالي 13 دقيقه الهدف الرابع بعد مرور حوالي 35 دقيقه من الشوط الثاني رشيد جابر استطاع ان يحرز هدفه جاب الهدف الاولاني بعد مرور حوالي 26 دقيقة وجاء الهدف الرابع بعد مرور حوالي 35 دقيقة وضاعت فرص من فريق الظفار وكذلك من فريق نادي اسلام كرة مع عباس ومشترك مع دفاع من فريق الظفار يحاول عباس يلم الكرة فعلا لم الكرة الى عامر وصفارة في فاول عرقلة لصالح فريق سداب عامر بيلعب الكرة حلوة الرفعة هذه لكن تروح طلعة ممتازة جدا وتوقيت سليم من حارس مرمى فريق نادي الظفار محمد عقيل علوي حسب توقيتي أنا باقي ثواني من المباراة باقي ثواني ونقدر نقول على أن فريق الظفار نقول مبروك لأني ثواني من المباراة وغالب 4-0 معناه فريق الظفار فوز اليوم في المباراة هذه معناه نال بشرف البطولة سنتين سنة 76 77 وهذا العام اللي هو عام 79 80 كذلك وصل إلى المباراة النهائية في سنة 72 73 وهجمة الآن نراها لصالح فريقه ويصفر الحكم أعزائي المستمعين والمشاهدين حكم مباراة اليوم اللي هو محمد عبد الرضا من البحرين ومعاوني أبو وحيد وحامد حمدان معلنين انتهاء المباراة لصالح فريق نادي ظفار 4-0 أترككم أعزائي المشاهدين والمستمعين مع الزميل عبد العزيز السعدون ليتابع معكم ما تبقى من وصف هذا المهرجان الرياضي
وهكذا سيداتي وسادتي، تربع نادي ظفار على كأس حضرة صاحب الجلالة للموسم 79-80. وطبعا بعد فوزه على نادي سداب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، أحرز الهدفين الأوائل في الشوط الأول من المباراة، والأهداف المتبقية في الشوط الثاني من المباراة. طبعا هذه المباراة النهائية لكأس حضرة صاحب الجلالة، والتي رعاها جلالته بكل أحاسيسه تجاه أبنائه الشباب. يتقدم الآن الفريق الفائز، وأيضا يتقدم فريق سداب لتحية جلالته، وهذا الجمهور أيضا يحيي الفريقين بعد انتهاء المباراة. وأرى أيضا سعادة المدير العام لشؤون الشباب، وهو يسدي بعض النصح إلى الحكم والكابتن أبو وحيد، وأيضا لكباتنة الفريقين. ولم تبقى سوى لحظات، وصاحب الجلالة يقدم بيديه الكريمتين كأس جلالته لفريق نادي ظفار. طبعا سيداتي وسادتي، كما تقول مصادر وزارة الإعلام وشؤون الشباب عن كأس جلالة السلطان، كان الفوز الأول في عام 1971-72 لفريق نادي صور، أما في عام 73-74 فكان نادي الطليعة، وفي عام 74-75 كان نادي فنجة، وكذلك احتفظ في موسم 75-76. أما في 76-77 فقد نال شرف البطولة نادي ظفار، وها هو اليوم ينال هذا الشرف الكبير مرة أخرى بعد أن على فريق نادي ستاب وحصل على كأس جلالة السلطان المعظم. أرى الآن صاحب المعالي وزير الإعلام وشؤون الشباب يتقدم إلى صاحب الجلالة ليتشرف جلالته بتقديم الكأس. لقد مسك فعل الكأس جلالته بيديه الكريمة، وأرى أيضا كابتن الفريق متقبلا من جلالته هذا الكأس ورافعا يديه، وأيضا أعضاء الفريق يصافحون الأب الحنون، وأيضا يتقدم بعد ذلك فريق نادي سداب لتحية صاحب الجلالة. وطبعا جلالته يصافح أعضاء الفريقين، وأرى بمعيته صاحب السمو السيد ثويني بن شهاب المستشار الخاص لجلالته ومحافظ العاصمة، وصاحب السمو السيد فهر بن تيمور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، وصاحب السمو السيد عباس بن فيصل، وصاحب المعالي السيد حمد بن حمود وزير شؤون الديوان السلطاني، وأيضا أرى صاحب المعالي وزير الإعلام وشؤون الشباب يقدم لجلالته كأسا آخر، وهو كأس
الهوكي الذي أحرزه نادي النهضة بالأمس، وهذا أيضا فريق شباب نادي النهضة الذي لعب بالأمس وحصل على كأس جلالته في الهوكي. وها هم أعضاء فريق نادي النهضة، قبلهم طبعا سلم جلالته بيديه الكريمة وبيده الكريمة إلى كابتن فريق ظفار كأس الفوز لكأس جلالته للموسم عام 79-80. عزفت الآن سيداتي وسادتي فرقة الموسيقى السلطاني. وأرى صاحب الجلالة وهو يغادر الآن المقصورة السلطانية التي أعدت لجلالته أستاذ الشرطة الرياضي، صاحب السمو السيد فهم بن تيمور والسيد ويلي بن شهاب والسيد حمد بن حمود، وأرى أيضا فريق نادي بفار وهو يحمل كأس الفوز. و بدأت الجماهير الغفيرة تنصرف من على هذا الأستاد الكبير بعد أن أقيمت المباراة النهائية لكأس صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم للموسم 79-80، وقد فاز بهذا الشرف العظيم نادي ظفار بعد أن استلم الكأس من جلالة السلطان قابوس المعظم.